وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة العميد متقاعد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية. مساء الخير سعادة العميد. أكاديمية التدمير الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه أمس وبثته تلفزيون البحرين أحد الأذرع الناعمة لنظام القطري للسيطرة على الشباب وزرع بذور الشر لتحقيق أجنداته في الفوضى وزعزعة الأمن، ما تعليقك على ذلك؟ يعني الحقيقة فيلم شديد الأهمية وربما من المرات الأولى التي يكشف الإعلام العربي ممثلا في تلفزيون البحرين هذا النوع الذي كان مسكوتا عنه طوال الأعوام الماضية. الحقيقة هذا الدور لم يكن دورا طبيعيا على الإطلاق ولم يكن عشوائيا، بل كان بالفعل كما جاء في الفيلم الوثائقي وكما جاء على لسان بعض من هؤلاء المتدربين كان الأمر يسير وفق خطة ممنهجة. نعم. وتوزيع دقيق للأدوار. ربما الجدير بالذكر والذي يجب التنبيه إليه هو أن الأمر لم يكن قاصرا على مملكة البحرين، وهذا الأمر هو ما يكشف النقاب عن أن هذه الأكاديمية كانت مسخرة لتدمير الأوطان أو الدول العربية بكاملها. بالفعل الأدوار تكاد تكون متشابهة ومتطابقة في أكثر من مكان، لا يتمتع مكان بخصوصية ما أو لا تستهدف أكاديمية التغيير مكانا بعينه بقدر ما كانت معنية بإثارة أكبر قدر ممكن من صناعة الفوضى داخل دولنا العربية. المشاهد عادت إلى الأذهان ما كان يحدث في مصر في العام 2011 ربما بشكل متطابق يثير الذهول. نعم. أن نفس هذه الأجندة نفس الأدوار تدور بهذا النسق، الخلايا العاملة على الأرض مع الضغط الإعلامي مع إثارة الاحتقان ما بين طوائف الشعب المختلفة مما يجعل الاحتراب والاضطراب هو سيد الموقف. نفس هذا المشهد يتطابق للمرة الثالثة مع ما حدث في ليبيا شكلا آخر، ربما سيناريو مختلف إلى حد ما، لكن نكتشف أن الأجندة واحدة ودوما قطر حاضرة بقوة ودوما قطر تتابع الأحداث يوما بيوم وتؤثر فيها وتروج لها عبر منصاتها الإعلامية. هكذا كان يتم توزيع الأدوار بهذا النسق وبهذه الطريقة، هكذا شاهدنا وتابعنا خلال السنوات الماضية. ولذلك أقول أن أكاديمية التغيير كانت بالفعل تعمل لدى أجندة ممنهجة، هي تعلم تماما ومنسقة داخلها على مسألة تغذية بعض من شرائح الشباب العربي للعب أدوار في دولهم، البعض منهم توجه إلى البحرين، البعض ذهب إلى مصر. نعم. الآخرين ذهبوا إلى ليبيا وقطر تقف وراء الستار في كل هذه الأحداث للأسف الشديد. نعم سعادة العميد، كلما تعنت النظام القطري وهرب من الحلول حصرته أفعاله وزيف إدعاءاته، ألا تتفق معنا على عدالة مطالب الدول الداعية لمكافحة التطرف والإرهاب؟ يعني أعتقد الدول الأربع العربية التي قدمت مطالب وأعلنت مقاطعتها لدولة قطر كونها داعمة رئيسية للإرهاب وداعمة رئيسية لمسألة تخريب الدول العربية والعمل على إفشال أنظمتها من الداخل، هذه المطالب مطالب مشروعة ومنطقية. نعم. وتتسق مع الأخلاق العامة والأعراف السياسية ما بين الدول بعضها وبعض، لكن للأسف الشديد في كل مرة بالفعل نتبين أننا أمام دور يعني غير سوي تقوم به دولة قطر. اكتشفنا أنها تلعب دور حصان طروادة داخل منظومة العمل العربي. الانكشافات الأخيرة التي تابعناها خلال الشهور أو خلال الأسابيع الماضية مع كل يوم نجد أن أدوار لشخصيات بعينها كانت تعمل في الظلام، لم تكن قطر معنية على الإطلاق لا بالحفاظ على الأعراف الدبلوماسية ولا على حسن الجوار مع الدول الشقيقة ولا مع الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي. نعم. بأي صورة من الصور. نعم. ذات التآمر التي مارست
تفضل. نعم، طيب ألا تتفق معنا أنه بعد الكشف عن الوجه الخفي لقطر وقطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، علاقتها الدبلوماسية معها له تأثير بشكل واضح في انحسار العمليات الإرهابية في دول المنطقة؟ نحن نتابع من خلال مراكز الرصد الموجودة في القاهرة نمط ومحصل وإحصائيات العمل الإرهابي في أكثر من ساحة منذ قرار العربي للدول الأربع بمقاطعة قطر، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام انحسار كبير ملحوظ في أعداد العمليات المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية وعدم القدرة المالية التي كانت تصل لها عبر كثير من القنوات السرية من دولة قطر لتغذي وتنشط هذا العمل الإرهابي. أظن أن هذا الأمر دخل في طور الانحسار بشكل كبير. هناك خوف وخشية قطرية في اللحظة الراهنة أن الدول على المستوى العالمي والمجتمع الدولي بدأ يفتح الأعين بصورة كبيرة حول مراقبة هذه التدفقات وهذا الشكل من أشكال الدعم المالي والدعم بالتسليح وغيره. نعم. التي كانت تقوم به قطر في السابق، ولذلك هي خفضت هذا الشكل من أشكال الدعم لأدنى مستوياته حتى لا تقع بالجرم المشهود أو لا يتم ضبطها بهذا الشكل غير القانوني والخارق للأعراف وللقواعد الدبلوماسية الدولية. نعم، العميد متقاعد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.